الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بعض فضائل التوحيد، عقد لنا هذا الباب لبيان فضل خاص لبعض خواص الموحدين، وهم من حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخله الله تبارك وتعالى الجنة فلا يمر بحساب ولا يحاسب على أعماله في الدنيا ولا يعذب، فيخرج من قبره ويدخل الجنة. وتحقيق التوحيد على درجتين: أحدهما تحقيق التوحيد الواجب، وتحقيق التوحيد الواجب هو تصفيته وتخليصه من 3 أمور: من شوائب الشرك والبدعة
والإصرار على المعاصي. أما تحقيق التوحيد المستحب فهو تصفيته من أربعة أمور: المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات والتنزه عن الحاجة إلى المخلوقين. وتكميله يكون تكميل تحقيق التوحيد يكون بفعل الواجبات والمستحبات، فهذا هو تحقيق التوحيد الذي جاء فيه الفضل في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الجملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ودلالة هذه الآية في أن الله عز وجل وصف إبراهيم عليه السلام بما يدل أنه محقق للتوحيد، فوصفه بأربع صفات: إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الرجل الجامع لصفات الخير، قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، ثم وصفه ببعد عن الشرك فقال: ولم يكن من المشركين. ثم بين مآله في الآية التي بعد الآية التي ذكرها فقال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والصالح في الآخرة هو الفائز، وتمام الفوز أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، الدليل الثاني قول الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها ذكرها في ثنايا آيات في صفات
عباد الله المقربين، ومما وصفوا به بعدهم عن الشرك الدال على تحقيقهم توحيد الله عز وجل. ثم ذكر مآلهم في آية بعد الآية التي ذكرها كذلك، فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والمسارع في الخيرات مسارع في المآلات، ومقتضى سبقهم في المآلات دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر في الآية تحقيقهم للتوحيد، وذكر بعد ذلك مآلهم لأجل تحقيقهم توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو حديث عظيم مشتمل على فوائد كثيرة. وفي هذا الحديث يتبين لنا فقه سلف الأمة في حوارهم مع بعضهم البعض، وكيف أنهم كان يتفقد بعضهم بعضا. فحسين بن عبد الرحمن كان في مجلس سعيد بن جبير، وهو شيخه الذي أخذ عليه العلم، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا فيه ما كان عليه السلف من التأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهذا مما يندب إليه ويستحب للمؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. فسأل سعيد بن جبير عمن رأى الكوكب الذي انقض في الليلة الماضية، فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. وحتى لا يحمد بما لم يفعل، الكوكب انقض في آخر الليل ولا يستيقظ في آخر الليل إلا من كان يصلي لله تبارك وتعالى في ذلك الوقت، حتى يدفع عن نفسه الظن بأنه ممن يقيم الليل. قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يفيد إخلاصهم، فقد كانوا رحمهم الله تعالى يعملون العمل يبتغون به وجه الله عز وجل، ولا يريد الواحد منهم أن يحمد بما لم يفعله، وكانت أعمالهم لله تبارك وتعالى، وذلك لأجل أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغى به صاحبه وجه الله عز وجل.
وكل عمل فعله المسلم لم يكن فيه مخلصا لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لا يقبله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد يقول قائل: تستيقظ في هذا الوقت المتأخر ولم تكن تصلي، فما الذي أيقظك؟ جوابا على هذا السؤال قال: ولكني لدغت. فالسبب الذي جعله يستيقظ إلى آخر الليل وإلى أوقات السحر أنه لدغ من ذات سم، فسأله سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. وانفرد مسلم رحمه الله تعالى بلفظة استرقيت، وهذه اللفظة لفظة شاذة. لفظة استرقيت لفظة شاذة، أو معذرة، الشاذة لفظة يرقون، لا يرقون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استرقيت في صحيح مسلم، أي طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه السؤال عن الحجة على العمل الذي يعمله المسلم، ما الدليل الذي دفعك وجعلك تطلب الرقية؟ وهذا أيضا فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من التمسك بالنصوص الشرعية. لذلك يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فلا تفعل شيء إلا ولك حجة شرعية، إما من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. فقال رحمه الله تعالى: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. ذكر حسين بن عبد الرحمن لسعيد بن جبير الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله يسترقي، والدليل ذكره عن بريدة ابن الحصيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة، يعني لا رقية أنفع من الرقية في شأن العين وفي شأن الحمى. والحمى هي أن تلدغه أو أن تلدغك ذات سم كعقرب أو حية
أو نحو ذلك. فأنفع ما تكون الرقية أن تكون من هذين الأمرين أو لهذين الأمرين، الرقية من العين، فمن أصيب بالعين فلا أنفع له من الرقية، والرقية في حال أن يلدغه ذا سم كحية أو عقرب ونحو ذلك. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذه قاعدة شرعية في إساءة وإحسان المرء، فالمحسن من الناس هو الذي يسمع النصوص الشرعية ويعمل بهذه النصوص. والمسيء هو الذي يعرض عن النصوص الشرعية أولا فيعمل بغير علم، أو يسمعها ولا يعمل بها، أو يسمعها فلا يعمل بها. أما من سمع نصا شرعيا وعمل بهذا النص فهو محسن. ثم استدرك عليه فقال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندي علم يخالف ما عندك من العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا العرض كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما في ليلة الإسراء والمعراج، وإما عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. ورؤيا الأنبياء حق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، يعني معه العدد القليل من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا فيه تأسيا وتصبيرا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن من قام فيهم بما أمر به من البلاغ والبيان فإنه لا يحزن بعد ذلك إذا لم يستجب الناس لدعوته، فهذا نبي أرسله الله عز وجل، بعثه الله تبارك وتعالى، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. والأنبياء هم صفوة الناس، ولا شك أنهم قاموا في الناس أكمل قيام، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. لذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى القلة والكثرة، وإنما نظر الداعي إلى الله تبارك وتعالى باستقامته في قيامه الذي أمر به، فيقوم كما قام الأنبياء، وتكون دعوته كدعوى الأنبياء. أما نتائج هذه الدعوة فليست له، لأن الهداية من الله تبارك وتعالى، فقد يقوم داعٍ إلى الله تبارك وتعالى مقاما
من المقامات في بلد من البلدان ويدعو إلى الله عز وجل ويبين دين الله عز وجل، لا تم البيان ومع ذلك لا يتبعه أحد ولا يصدقه أحد، فلا يحزن ولا يترك الداعي إلى الله عز وجل الدعوة إذا لم يجد من يصدقه في بلدة معينة، ولا ينقطع. علي أن أسعى ولكن ليس علي تحصيل هداية الناس، لأن هداية الناس أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فمن أراد الله عز وجل هدايته هداه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنظر الداعي إلى الله عز وجل في شأن هؤلاء الأنبياء يخفف عليه. ثم قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. إذ رفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشخاص كثيرون، جاء في رواية سواد سد الأفق، يعني عددهم كثير جدا، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمته. وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لعلم أن هذا موسى وهؤلاء هم قومه، فلم يعلم ذلك. حتى قيل له، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا فيه فضيلة لموسى عليه السلام، وأنه من أكثر الأنبياء أتباعا، وهذا فيه فضيلة لموسى عليه السلام، وأنه من أكثر الأنبياء تبعا. وبنو إسرائيل استجاب كثير منهم لموسى، عليه السلام. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم سمة ولهم علامة يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. فقد يقول قائل: كيف لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته؟ فيقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرفهم لأنه رآهم من مكان بعيد، فظن أنهم أمته. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. جاء في بعض روايات الصحيح: فنظرت فإذا سواد أعظم، فقيل لي هذه أمتك. وهذا فيه كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم وأكثر من أمة موسى عليه السلام. وأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من غيرهم وأفضل من غيرهم في الكمية والكيفية، أما كميتهم فهم أكثر أهل الجنة دخولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من أمتي، فهم شطراء أهل الجنة، فهم ثلثاء أهل الجنة، ثلثي أو ثلثاء أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثلث الآخر
من أتباع الأنبياء من جميع الأمم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وجاء في بعض الروايات أنهم شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. ثم أخبر بعد ذلك أن الله عز وجل قد زاده وتفضل عليه فصاروا شطري أهل الجنة. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في مسند الإمام أحمد بأنهم 70,000 مع كل 1,000 70,000. جاء في المسند أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 مع كل 1,000 70,000. وجاء عند الترمذي أنهم 70,000 مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى. وفضل الله عز وجل واسع على هذه الأمة، ومن تفضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه يدخل هذا العدد العظيم والكبير الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير، لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله وإخباره بهذا العدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تشوفت أنفسهم لهذا الفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفضل ولم يذكر السبب الذي لأجله ينال العدد من هذا العدد من المسلمين هذا الفضل. فمن صرف الصحابة إلى ديارهم وإلى نسائهم وبيوتهم، وإنما جلسوا يتذاكرون فيما بينهم كيف ينال الواحد منهم هذا الفضل العظيم، فخاضوا وذكروا أشياء كثيرة منها ما ذكره راوي الحديث. قال: فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة بذاك العدد. ثم قالوا: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وهم كذلك ليسوا بذاك العدد، وذكروا أشياء كثيرة. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر لهم السبب الذي ينال به المسلم هذا الفضل العظيم، فذكر الجواب الشافي والدواء الناجع لنيل هذه الفضيلة العظيمة. فقال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله هم الذين لا يسترقون جاء في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون، وهذه اللفظة لفظة شاذة وهمت في الموضع السابق، لكن الصحيح أنني أريد أن أعلق على هذا الموضع. فقوله لا يرقون لفظة شاذة متنا وسندا،
أما إسنادا فقد روى لفظة لا يسترقون عن ابن عباس رضي الله عنه الثقات من التابعين، ورواه عنهم الثقات من أتباع التابعين. أما لفظة لا يرقون فقد تفرد بها هشيم عن حسين عن ابن عباس رضي الله عنه، فيكون تفرده بها من باب تفرد الثقات، فهي شاذة سندا وشاذة متنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، صلى الله عليه وآله وسلم ورقى أصحابه، رقى صلى الله عليه وسلم ورقى أصحابه، رقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جمعوا هذه الأربعة: لا يسترقون، ثانيا لا يكتغون، ثالثا لا يتطيرون، رابعا على ربهم يتوكلون. أما قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الشركية، فطلب الرقية إما أن يكون طلبا لرقية شرعية، وإما أن يكون طلبا لرقية شركية أو رقية ممنوعة، تكون شركا أو تكون دون الشرك. أما طلب الرقية الشرعية فصاحبه محسن، والتداوي بكلام الله عز وجل أولى من التداوي بالأدوية المباحة. لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المتقدمين والمتأخرين إلى هذا الاختيار، اختاروا أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية الشركية. وذهب آخرون إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية مطلقا، لا يطلبون الرقية مطلقا سواء كانت شرعية أو شركية، فإذا نزلت بهم نازلة وأصابتهم مصيبة فإنهم يرقون أنفسهم، فإنهم يرقون أنفسهم ولا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم لتمام توكلهم على الله عز وجل وتفويضهم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قول أكثر أهل العلم أنهم يطلبون طلب الرقية ويصبرون على البلاء احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قوله لا يكتغون، الكي هو أن تحمى حديدة من النار في النار ثم توضع على
عضو عليل فيه علة أن تحمى حديدة بالنار ثم توضع على عضو عليل، ويستعمل الكي في مرض الريقان المعروف وفي غيره من الأمراض، ويستعمل الكي كذلك عند الأطباء في إيقاف النزيف، نزيف الدم، إذا كان شخص عنده دم ينزف فإنه يكوى بالنار حتى يقف هذا الدم من النزول. والكي مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تركه، وجاءت أحاديث الكي تدل على أن له أحوالا مختلفة. أولا كوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ، وكوى صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن حرام، وكوى أسعد ابن زرارة، وقال أنس رضي الله عنه اكتويت من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. فهذه الأحاديث تدل على جوازه في الجملة. ثانيا جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب الاكتواء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أحب أن أكتوي، كما في الصحيحين. ثالثا الأدلة التي فيها أنه يكره الكي، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أكره أن أكتوي. رابعا الأدلة التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اكتوى بالبراءة من التوكل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى فقد استبرأ من التوكل. وهذه الأحاديث لا تعارض بينها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى وأقر من اكتوى في زمانه دليل على أن الأصل في الكي الجواز، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه ويكرهه فهذا دليل على أن تركه أفضل من فعله. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه أو ذكر أن فاعله برئ من التوكل فهذا يدل على أنه مكروه كراهة شديدة. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم مدح من ترك الاكتواء
فهذا ممدوح في حال عدم الاضطرار. الصفة الثالثة قال لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، وهو ما حملك على الفعل أو الإمضاء، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى بابا كاملا عقده في حكم التطير والتطير من الشرك الأصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. الصفة الرابعة قال وعلى ربهم يتوكلون، فذكر الجامعة لهذه الصفات كلها ألا وهو توكلهم على الله عز وجل. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب. فلا بد في التوكل من هذين الأمرين، التفويض لله عز وجل، والآخر فعل الأسباب. ثم قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة بالتشديد عند أكثر أهل العلم وبالتخفيف عند بعضهم، فيصح عكاشة ويصح عكاشة. وهذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لعكاشة بأن يكون من أهل الجنة، وهذا فيه أنه يموت على حسن الخاتمة فلا يرتد على عقبيه. فقال أنت منهم، وعكاشة رضي الله عنه من البدريين من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو بدري، والبدريون من الصحابة لهم فضل ولهم خصيصة على غيرهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده وأن يكسر خاطره، وأراد أن يغلق هذا الباب، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.